وذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل، ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل. فسألت ألطفهم: ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل؟ فأجابني والنار تسبق قوله: اذهب وفتش عند ذاك المدخل. فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامه لم يبق لي. فرأيت جبريلا هناك مخاطبا: يا قوم، هذا الأمر من رب العلي، أبواب هذا الخلد آلاف، وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت: يا جبريل، هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل. فأجابني: الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا